فاكرين الواقعة اللي حصلت في شهر 3، واقعة شهيرة جدا بتاعت فول سميث لما ضرب كريس روك مذيع الأوسكارز عشان كان بيسخر من جيدا سميث أو زوجة فول سميث. هي الواقعة دي حصل حاجة شبهها بس مع النجم توم هانكس، لكن ما وصلتش لمرحلة الضرب. توم هانكس كان خارج هو وزوجته من إحدى دور العرض في نيويورك بعد انتهائه من مشاهدة فيلمه الأخير ألفيس. كان في مجموعة كبيرة من المصورين والمعجبين اللي كانوا موجودين وكانوا بيلتفوا حواليهم. في حد منهم زي ما احنا شايفين كده مع حضراتكم في الفيديو اصطدم بزوجة توم هانكس وكانت تقريبا هتفقد توازنها وتقع على الأرض. فانفعل توم هانكس عليهم وفقد أعصابه وقال لهم خليكم بعيد عن زوجتي. واضح ان الموضوع يعني مش مقتصر على ويل سميث، صح كده؟ لا مش مقتصر على ويل سميث ولا حاجه، بس هو كان موقف بايخ على اي حال يعني.